شرفتني وبشكرك. بشكرك جدا. وفي الختام بقى الاستوديو بتاعك انا ضيف عليك هنا. لا بالعكس. يمكن في الختام انا بس بوجه زي ما كنا في ايام الانتخابات، احنا بالنسبه لنا دي كانها بالظبط انتخابات، مش مكسب وخساره ولكن شكل النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي، المبادئ والقيم بتاعت النادي الاهلي. بقول لعضو جماعه عموميه زي ما شاركت في الانتخابات وقلت مين هيدير النادي الاهلي، احنا النهارده بنقول لك، او انا بمثل مجلس اداره هنا على الترابيزه مع الاستاذ شريف فؤاد، بقول لك من فضلك انزل قرر وقول صوتك، قول رايك او لا. على فكره مفيش حد هيقول لك انزل وافق، لا انزل شارك، في فرق ما بين انزل وافق وانزل شارك. فاحنا بنقول لك انزل شارك، وعاوزين نشوف المشهد او قريب من المشهد اللي احنا شفناه في الانتخابات. نادي الاهلي نادي كبير، نادي عظيم، قلعه كبيره تستاهل نزول عضو جماعه عموميه بشكل كبير. هو خاطره الرياضه في مصر والعالم العربي وافريقيا زي ما حضرتك تفضلت. في النهايه هيكون عندنا لائحه مثاليه الحقيقه طبقا للقانون ونظرا لاجتهاد كل عائله الاهلي فيها. بقي ان السبع ابار جماعه عموميه يتوجهوا صوب الجزيره ان شاء الله 28 سبتمبر معقل النادي الاهلي للتصويت عليها. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعه ولضيفي الكريم الاستاذ جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. بعد الفاصل نستكمل فقرات الاهلي الليله والعزيز الزميل عمر ربيع ياسين.